السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا على اليوتيوب، حياكم الله في حلقة النقاش الحلقة 15 من انمي الهجوم على العمالقة، حلقة تعليقية الأسطورية الوسخة شوي. طبعا شفنا الدقيقة أو دقيقتين المتبقية من الحلقة السابقة 14، شفنا بعد على طول الحلقة 15 كاملة. شباب في حالة صدمة على النهاية وعلى الذكريات اللي ظهرت ملحوظة على السريع. جزء من الذكريات هذه المفروض ظهر قبل 4-5 حلقات، بس أنا صراحة أهني الاستوديو إنهم شالوا كل الأجزاء المهمة عن ذكريات ولقطات لا شو اسمه زيكي نفسه وجمعوها كلها في الحلقة، خلوها حلقة كاملة لذكريات زيكي، لأن في جزء منها طلع منه، جزء منها طلع منه، جزء منها طلع منه. كنت دائما اتكلم ان الانمي بيسوون اعاده ترتيب الاحداث وبيخلونها افضل. برافو 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 برافو، اعاده الترتيب هذا كان ممتاز و10 على 10. لا تنسوا يا جماعه الخير بكره ان شاء الله في لقاء العربيه محمد العربي طالع. نعم الصباح نعم. بكره باذن الله الساعه 9 ربع توقيت السعوديه. خلوكم حاضرين. خلوكم حاضرين. للامانه هذه الحلقه يعني كشف لنا غموض زيك، او مو ما ما يعني كنت اتكلم عن زيك غامض طول هذا السيزون، لكن هذه الحلقه كشفت لنا كل شيء. مو كل شيء، انا اشوف يمكن 80-70% من اسرار زيك كشفت هالحلقه. ليش سلم ابوه وامه؟ كان هذا شيء بالنسبه لي مهم جدا. طلعت الابحاث اللي عنده كلها والفكره اللي عنده عن العمالقه منين جايه اساسا، طلعت من اللي قبله العملاق القرد اللي قبله. اي انا اسمي اكزيفير، ما ادري ايش كنت اسميه. اكزيفير وكسافه اسمه. كسافر اكزيفير اكزافير اللي هو. الامانه هذا شيء صراحه كان يعني برضو جميل جدا، يعني كثير من اسرار زيك انكشفت هذه الحلقه. عرفنا ان برضو زيك حاليا مو مسيطر على ايرن، يعني انا توقعت انه مسيطر عليه يعني، بس اللي وضح لي في هذه الحلقه انه مو مسيطر عليه، انه قال له الكلام، بس ايرن ليش صدقه؟ هذا اللي انا ما مقتنع فيه لحد الحين. هل ايرن قاعد يسايره ولا مقتنع بكلامه؟ انا مستغرب يعني، حتى كلام ايرن في هذه الحلقه لا يقول انه يعني ابوي لو ما سوى هذا الشيء كان احنا شو اسمه، لو ما سوى هذا الشيء كان احنا لحد الحين تحت سيطره الجماعه. فهل ايرن مقتنع بكلامه صحيح حقيقه ولا لا بس قاعد يمثل عليه؟ في هذه الحلقه بالنسبه لي اشوف انه قاعد يمثل عليه اكثر واكثر. لو زيك صدق انه نيسا خلاص خلاص تقريبا. طبعا كان عاد ابراهيم لا زال مستمر في الدفاع عن ايرن وزيك وينضم بالنظره البيضاويه. انا صراحه اشوف انه وضحت ان زيك مو بس غبي ومنحوس، لكن هو يضع ذكي لكن يعني غبي عاطفيا. انا اقصد اكدت الحلقه نظرتي ان زيك اللي خلاه يقلب على ابوه هو اكزيفيا اللي شاف فيه انه ولده حرامي يسلونك اقلب على امك وابوك. ييجو اعترف ان التربيه الخطا لزيك كانت السبب وانه اهمل في ابنه، بس ما توقعت انه اهماله انه يعني للدرجه القذره، لكن لسه هذا الشيء ما يعني خلانا نتعاطف مع زيك. فكره التطهير الالديان هذه او موت الرحيم اشوفها من اغبى الافكار اللي طرحت في الانمي عن الصراع هذا، وهذا اكد لي نظرتي اللي قلتها ان زيك ليس مع المالي ولا مع الالديان، له نظرته الخاصه، له توجهه الخاص، وزي ما قلت لك التضحيه بالجميع تاكدت هنا. انا ارى ان ارن، وانا متاكد الحين ان ارن مسيطر عليه، وانه تم السيطره عليه لما قابل الينا. بدات السيطره عليه عن طريق زيك بطريقه او باخرى. زيك ممثل رائع يعني، دمعه دمعتين ما راح تكذب عليه. وممكن ان التلامس اللي وفض زيك انه لامس ارن الحين هو السبب، انه ممكن هالشيء كان ممكن يخلي ارن يشوف اشياء معينه بقدره المؤسس اللي عنده، على اساس كذا وفض زيك لامسه. خاصه ان انا شفت ارن يقلد حركات زيك لا اراديا وهو يكلم رينر، فهذا لها عندي تفسيرين. يعني التفسير الاول انه زيك مسيطر عليه، التفسير الثاني هو الاخطر. مثل ما ارمن رغبات وعواطف بوتلوتو المتبقيه هي اللي مسيطر عليه، ومثل ما زوجة ييغر لما حولها عملاقه راحت تدور على مكان زوجها، فارن اكل ابوه، ورغبة الانصياع اللي عند الابو تكفير عن الخطا اللي سواه مخليته يسمع كلام زيك انحاز له في ايرن، رغبة ابوه ييغر. فاعتقد ان هذا هو سبب ايرن مش واعي. انا اشوف وجهة نظري ايرن مش واعي. ليفاي اللي صار في النهايه ولا في البدايه اول شيء متعني
متعني ويقطع يقطع وعمر صق ذي في شاب دقانه تتحرك يقطع للاسف يا ما استفاد. شوف خلينا نتكلم عن ليفاي اولا. ليفاي ما كان متوقع ان زيك بيوصل لهذه المرحله. زيك خلاص قال انا ما عندي شيء اخسره في الاخير عملاق، حتى لو انقطع عن الصين بيرجع يتجدد. المعضلة عندنا هو ليفاي، انت لو صبت ولا مت ولا رحت خلاص ما في رجعة يعني. ليفاي هذا هنا المصيبة يعني، شفنا الحصان كيف احترق اساسا. ف اكيد اذا ما مات يعني ليفاي في هذه الضربة فاكيد بنسبة 90% تضرر على الاقل منها، يا رجل يا يد يا خشم يا شيء كذا تضرر يعني. الانفجار كان مرة قريب جدا وما كان حاسب حسابه ليفاي. خلينا اتفق معك في سالفة زيك، الأمانة أنا كنت أشوفه لا قاعد يعني يحاول دفع الأدين، هو قاعد يدافع عن الأدين بمنظوره واللي يشوف أنه هو صح أني أنا أخلصهم من هذا العذاب ذا كله. هذا وجهة نظر الشخصية أنه خلاص ما في عمالقة ما في يا ابن الحلال، حتى لو خلصتهم بيظنون يشوفون الأدين هم عرض الشياطين وأنتوا أذنبتوا قبل 12,000 سنة وما في فائدة من الخلاص اللي أنت قاعد تبي توصل له هذا، أنك تشيل انهم يولدون جديدة خلاص، انك بس تقضي على سلالة الأديان كاملة وانتهى نقطع السطر. فانت بس بكل بساطة تبي تقتل العالم، تقول لي بوجهة نظره برضو قاعد يقول انها هذا الرحمة بالنسبة لهم ان يموتون، مثل ما يعني على اساس الحين قاعد يوضح لي ليش وقاعد يضحي بالأديان بكل بساطة، انه شوف انا هذا هي وجهة نظره طبعا، انه هذا الرحمة بالنسبة لكم تموتون احسن انكم تجيبون عيال وتعيشون ذا المعاناة كلها. من هو انت عشان تقرر ذا الشيء؟ نعم، من هو انت عشان تقرر ذا الشيء يا زيك؟ من هو اعطاك الحق انك تقرر هذا الشيء؟ فهذا وجهة نظره، بس انا اختلف معه تماما في هذه النقطه تماما. واتفق مع محمد صراحه، صدمني زيك، ما توقعت انه يفكر هذا التفكير ابدا ولا تخيلت انه يفكر هذا التفكير ابدا. كنت اشوفه شخص يعني ممكن قاعد يسوي حاجه عشان الالدين ينقذ الالدين بس بطريقه خاصه، وهي انا اشوفه خطا 100% من وجهه نظري الشخصيه على الاقل. لكن بالنسبه لايرن لحد الحين انا مصر ان ايرن مو تحت سيطره زيك. لحد الحين اشوف انه هو قاعد يتلعب في زيك اساسا، وشاف حاجات ما قالها حتى لزيك نفسه. فوجهه نظري انه قاعد يمثل، ان ذا قاعد يمثل على زيك 100%. واتمنى ان يكون على الحق وليس على الخطا، وقد اكون على الخطا ويكون محمد هو اللي صح في هذه النقطه ما ادري. بس انا اشوف زي كذا ايرن، لا زيك خلاص صبر على الشمال يعني، انا غسلت يدي منه. غسلت يدي منه. للي ما فهم فكره القتل الرحيم، هو يقول اكتشف اكزيفير اكتشاف من التاريخ بس ما قاله لدوله المارلي، ما علمهم عن هذا الشيء. هو قال لك انت ما بلغت في التقرير حقي اني اكتشفت هذا الشيء، لانه ما ذكر بنص صريح، بس يقول جاء وباء وفجاه اختفى الوباء بالكامل من العدم. ف استنتج انه مو بس يقدر يمسح ذكرياتهم، العملاق بس يقدر يعدل على اجساد. فطرح اللي هو زيك الفكره، اوه هل بامكاني انا اني مثلا اعدل في جيناتهم، امنعهم من الانجاب، يعني اعدل جينات الحريم نخليهم كلهم عقيمين، او الرجال ما ينجبون عقيمين ايا كان كذا ولا كذا، فيصير خلاص كل الالدي اللي موجود على قيد الحياه بيعيشون، ما راح يموتون بس حد 100 سنه، يعني اللي تو من ولد حدك بتعيش 100 سنه وبعد 100 سنه بتموت. فخلال 100 سنه الالدين كلهم ينقرضون عن بكره ابيهم وتصير اباده جماعيه، ولكنها بطريقه من وجهه نظره رحيمه، الموت الرحيم، لانه يشوف ان الحياه عذاب ومعاناه، لانه عاش حياه ومعاناه طبيعيه، وشاف انه برضه زيفر عاش حياه غير طبيعيه، وشاف انه ابوه عاش حياه ومعاناه غير طبيعيه. كم اقوى السنه؟ اللي انا فيها الحين؟ ما اذكر، بس 800 وشيء. بس حسب التاريخ يعني، انت ما عليك تاريخ الفعلي اللي هو يعني الميلادي او الهجري اي كم تاريخهم مين؟ 800 وشيء، 860 850 كنت بقول يمكن ال 600 سنه اللي تكلم عنها الدكتور هي سنه الصفر. لا قال 600. اذا 200 سنه بعد سنه الصفر جاهم وباء. اي لا زالت والله الغاز المسلسل دي قويه يعني. عندنا ايش صار قبل 2000 سنه مع يومها؟ بعدين ايش صار بعد 1200 سنة من يومه اللي بدأ فيها تاريخ الصفر وبدأوا يعدون 800 سنة جديدة؟ وشنو الوباء اللي قبل 600 سنة اللي كان يفني البشرية والملك المؤسس وقتها أنقذ الإلديان بالتعديل في أجسادهم ويقول لك أعطاهم قدر أنهم صاروا يقدرون يتحولون عمالقة
صار كلهم عندهم قوة من قوة يوما. يعني هل كان قبلها ما يقدرون يتحولون عمالقة إلا الشخص اللي يجي قوة عملاق؟ فهمت الفكرة؟ لا أظن يعني كان يتكلم على التعديل بس في سالفة المرض، مو قال إلا إذا أنا ما قريت الترجمة عاد البرجع قرأه. أنا حسب ما فهمت إنه يقول خلاص كل واحد يقدر يتحول عملاق، كل واحد يقدر يتحول عملاق لأن كل شخص فيه جزء من أجزاء يومه، وهذا اللي أكل يزيك لما قالت سلالة الشيطان. خلاص كل واحد فيه جزء من يومه. سابقا كانت لما تموت يومه، لما ماتت يومه قواته توزعت على 9 من الأنبياء، أي واحد يموت فيهم تروح قوته لشخص عشوائي، بس مو معنى أنه يقدر يتحول عملاق. أوكي. بس هذا قالك لما صار التحديث قبل 600 سنة توزعت القدوس، أي واحد يقدر يتحول عملاق. يعني قصدك ان الالدين قبل ما كانوا يقدرون، يعني مو باي واحد يتحول عملاق، اي يتحول عملاق لا، ولا يقوم ياكل خاص يموت عملاق تروح قوته لواحد ثاني، يموت عملاق تروح قوته لواحد ثاني زي يعني كده. بس 9 عمالقه ما في عمالقه خرابيط ايوه ما في ما اعتقد والله انا ما بس بس انه اللي كانوا يقرون التاريخ اللي قال قبل 1200 سنه الحادثة اللي كان يتكلم عنها، كان يقول انه في عمالقة تحولوا يعني تحولوا. شلون سوى اساس الجدران حتى يعني لا الجدران قبل 100 سنة اي صح 100 سنة بس انا اقصد دي الحادثة القديمة اللي تكلم عنها اللي قال يقال ان حادثة مكذوبة شيء ما صار احد يومه يمكن كانت مكذوبة. على كل هذه النقطة يبي نرجع حلقة اشوفها مرة ثانية اتاكد منها صراحة المسلسل خليني اكلمكم عن المسلسل. صراحة المسلسل غموضة كل ما له يزيد، وكان مع كشف الغاز يزيد لسه يزيد غموض زياده. لن انكر ان الحلقه هذه على قد ما فيها كشف الغاز قويه لانها محيره اكثر، ما تحمست لان الحلقه حاولت تعتصر قلبي من اجل زيك. يمكن هذا اول فلاش باك في حياتي في تاريخ الانمي يفشل في جعلي اتعاطف بس شخصين فلاش باك هم خلاني اتعاطف معهم، جريفيث والحين زيك. يعني ما حاول يعصرني من الفلاش باك وشوف مسكين مسكين ابو جاي السكين جاي السكين. يعني لا اخفيك سرا انا ولا اقرا مانجا اتوقع اذا من غلطان طبعا لو تشوفه مني قلت نفس كلامك كذا من غلطان والله شوف لم تخني الذاكره انا متاكد اني ما تعاطفت والله شوف يعني ان كان في تعاطف هو انه كان فقط كونه طفل، بس برضو انت الحين حتى لو افترضت انك سابقا كنت طفل وانا ممكن اتعاطف فيك ممكن طفل، انت الحين كبير قرارك هذا اتخذته وانت كبير اي والله كنت فاهم وعاقل وخالف خل اخطاء الماضي انا ممكن اسامحك عنها اقول كان طفل ما يفخه جاب واحد تلعب فيه سواله واتيفر ايا كان انا ممكن اسلك لك هذا الموضوع ممكن امشي لك هذا الموضوع ممكن، بس انك وانت كبير لسه الافكار انت قاعد تضحي فيهم وتقول ان هذول اساسا الراحه لهم ان انا اضحي فيهم ان هذا شيء انا ما اقدر اسامحك عليه زي ما انت عشان تقرر والله. يعني معلش انا مقطع ابو خليل اسف تفضل. ذكرني يعني صراحه الكتابه رائعه من الكاتب، بس انا اقول لكم عاطفيا اللي كان بقول الحين عاطفيا الكتابه رائعه، لكن هذا ذكرني في حلقه حق ودي وود بيكر او اللي يسمونه نقار الخشب او باكس باني. الحلقه عن واحد طول الحلقه الفترة دي ماسك شنطة ويمشي ويصيح ويروح يمين يصيح ويروح يجي يساوي يصيح طول الحلقة، يبون يفتحون الشنطة يشوفون شو المصيبة اللي عنده في الشنطة اللي مخليه طفل يصيح. هذا زي زيك من بدأ هو يصيح والألديان 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 فهموني فهموني معليش الهدف الأخير بيض اللي انت بتوصل له، مثل ما صار في ذيك الحلقة حقت ودي وتبيكا وليش يبكي انه مفكر شنطة مكتوب فيها ذا اند، هذا اللي بيسوي ذا اند يعني انتهت الحلقة انتهت القصة انهي الالديان ذا اند هذا اللي قاعد يبكي. ذكرت الحلقة على كل يوم مشكلة بالشنطة بتذكر انا وخي ضرب في يوسف ما حبيت هالحركة انه يعني قاعد يقاتل بس تماته وليش ابي اسوي قتل وحيد من الالديان وقاعد لا يوسوس على العموم بالنسبه لمح البرق يا ابو خليل ما استحمل شوي رمح البرق اللي زرع لي فاين تو جول بيرجع يتجدد. اذا رمح مزروع في نصف جسمه وصار الانفجار نصفه كامل ونقص نخاع الشوكي بالعظم اللي هنا في رقبته، اذا كان لي فاين مخطط لها شيء ما يقدر يرجع لان انهاه كان نقص العملاق من الرقبه نفس الشيء.
اللي قاعد يقوله محمد ان الانفجار انت تتكلم عن ليفاي انه قريب ممكن يموت او يتاثر او فما لك هذا اللي في بطنه الانفجار قطع الى اشلاء فهمت الفكره ولا فهمت هذا اللي قاعد يقوله محمد فهمت علي فهذا يبي يموت على اساس انه ينهي الانفجار قتل وحيم لين اخر لحظات ويقول القتل وحيم معليش اذا الكاتب بعدين بيوريني ان هدفك يا زيك بيض وان الحين قاعد يوريني لاي درجه على قد التضحيات انك قاعد تضحي من اجل هدف سخيف اذا هذا مقصد الكاتب انا هني الكاتب نجح في تحقيق شخصيتك اللي كانت هلمة وفخمة عشان يورينا حجمك القدر هذا ممكن الكاتب اقول له افلح فيها اما اذا الكاتب قصده انه وضع دراما فليست ماي كاب اوف تي ليست ذائقتي انا مو معناه انها سيئه بس مش ذائقتي انا صراحه انه كل هالتضحيه وذا اساس قتل رحيم للالدي انه ماني بلاقي لهم اي حل اخر مستحيل ما في حل اخر يعني اللي انا طفل غبي ومصدق اتمنى ان اللي يقرا الثاني ان شاء الله يكون عنده الحل زي كذا لكن في نقطه لفتت انتباهي انه زيك مو ناوي ياكل ارن من يدري لو كان ارن اساسا بيجي العملاق المؤسس وبياخذ التحكم سيطر عليه بيسيطر عليه بعد زي كذا هو يبي ارن ويبي يتعاون مع ارن ومصدق في ارن تصديق مو طبيعي واتمنى يا رب انه ياخذه يا رب ياخذه يا رب ان شاء الله انه ياخذه تكفى اسيام وتكفى طلبتك خله ياخذه لا تخليه امير كذا في الاخير يقول له تخيل نعم بس تخيل وقف معي انا متخيل حتى لو كان زين يجي يقول والله انت اخوي معفن كذا يعني قصيت عليك ولعبت عليك شفتك من ذاك مشيتك الموضوع بس انت انت محبوبه وسلمت امك كذا قول لي حياه ما تستاهل وجهك كذا خلي عقلنا قد عقلك عقلك ونعم في بعد شيء يعني ماشي الموضوع زين انا صراحه يعني انظر للانمي بالسطحيه ممكن اتوقع السيناريو هذا بخي بس صراحه انت جبت كبد الحقيقه لكن عاطفتك اللي مع ايرن مغطي عليك انك تشوف المنطق اللي قاعد تقوله طيب متمسك للاخير زيك انسان سواء مؤمن بهدف غبي او لا هو مؤمن ومريض فيه زي ما كان احنا الى اخر لحظاته قاعد مؤمن فيه هل تعتقد انه بيثق في ايرن خاصه ان هذا قال له القرار ما راح يكون قرارك القرار راح يكون قراره زي قاعد يقنع ايرن انه حر قاعد يقنع ايرن القرار قهاره قاعد يقنع ايرن ان هذا تفكيرك لكن ايرن مو بهذا قراره ولا هذا تفكيره زيك مضطر يبكي قدام ايرن عشان اخوي انت 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 اساس ايرن يقتنع عشان كذا ما قال حق انت هبقى لا انا حر نفس اللي صار مع علينا لما قالوا له زيك مسيطر عليك هل زيك اجبارك هل زيك قال لا انا حرة هذا قراري اثنينهم لما يصير موضوع فيه ضرب ارادة اثنينهم كانت ردتهم نفس الرد لكن ايرن كان لما يتكلم مع علينا كان يسوي حركات زيك بالضبط فانا اقول لكم ايرن مسيطر عليه دون ان يدي بغسيل مخ لأن زيك شخصية مريضة زي كذا مستحيل يسلم قدره اللي قتل عشانه أبوه وأمه مستحيل يسلمه لأرن من باب الوثوق فيه هذا يوم دار أن أبوه حي حتى ما ندم بكى وتحسر مستحيل يثق في أحد يسلمه القدر وخلاص هو لا يرى أن له أب إلا كسافر بس عشان كان يلعب كرة سلة ما دي بيسبول شوف انا بتمع لحلم والله العظيم صامل قد اكون مخطئ وقد اكون قاعد اشوف حلم وردي لكن انا صامل عليه وجهة نظري من الحلقه الماضيه والحلقه هذه ان ايرن لسه يعني مو مسيطر على 100% وقاعد يمثل يمكن يكون حلم ابيض يمكن يكون حلم وردي زي ما يقولون وقد اكون انا على خطا وان ايرن قاعد يعني يتخبص وقاعد متحكم فيه حتى لو ما كان متحكم فيه يعني بقدرات عملاق كنا متحكم فيه زي ما قال ابو نعامي اللي هو نفسيا متلاعب فيه نفسيا عن طريق زيك وهذا شيء متخصص في زيك يعني الأمانة هذا شيء ممكن وجائز هو وانا اشوف انك حتى الاقرب لكن صمونا كل الرايين يحترمون ويقدرون وننتظر وانا راشد اللي بيظهر الكاتب ما له بيطلع على الاسف ما راح يظهر بالسيزون هذا اللي قهرني واضح مع الاسف الحلقه هذه يعني قد ما هي جميله لاني ما اعجب فيها ما ادري احس فيها بود حلقه لو باقي حلقه عمري ليه تحذفها وهالحلقه
والله بعد ما 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 حازت على مظاهر استحصاني نهائيا. وشوف صدق اصبر باقي ذا قهرني يا شيخ سادس يا اخي طقوه فلوك نسيته. اي هذه الحلقه اللي طافت يا ولد بس احنا ما شفناها اليوم بس الحلقه اللي طافت. ايش فيك ما انت برجات خلي هالذا كله ما... والله مسكين قال خلي قربوه وجلدوه. لا هو كان ذكي هنا الكات ذا شادس عارف ان ذي ما حجوا اون يضربونا فكان بيعطيهم حافظ ضربوني عشان تطلعوا من هالمصيبه اللي انتم فيها ضحى بنفسه هذا قائد. والله انا شهد تحداهم قال اه ذي المبزاة ما يقدرون حتى يلمسوني استفزهم على اساس يضربونا ويخرجون من المعضله اللي هم فيه. لك لايك واذا والله شايبنا خذ لك لايك بعد انت الثاني. كذا يكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه النقاشيه والجميله. انتظروا حلقة الاطباع ان شاء الله قريب تنزل بكرة الصباح الظهر ان شاء الله بعد ما يصورونها الشباب اي واحد منهم وتنزل لكم بكرة ان شاء الله. في الختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسون الاشتراك واللايك الشير ونشوفكم على خير.